بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نحن هنا لكي نرسل رسالة إلى الرأي العام البريطاني أن هذا النظام يمارس أبشع أنواع الجرائم ضد شعب البحرين، وقد وصلت المسألة ليس إلى الاضطهاد بل إلى التطهير العرقي ضد الشيعة، وهدفه من جلب علماء وبعض رؤساء المآتم والمنتمين إلى الطائفة الشيعية هو من أجل ذر الرماد في العيون، ليقول أن هناك تآلف بين جميع الطوائف الموجودة في البحرين، وهذا الكلام ليس صحيحا. هذا ما نريد أن نوصله للرأي العام البريطاني. المسألة الثانية، نريد أن نؤكد أن معركتنا مع النظام اللاشرعي وليست مع عبيده وأذنابه أمثال هؤلاء المجتمعين هنا في القاعة.